أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، بنات التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في تسجيل جديد للاختبار الأول في الرياضيات للسنة الرابعة للسنة الخامسة ابتدائي. هذا نموذج خامس أعتقد أو سادس، قد رفعت نماذج أخرى. إذا مباشرة مع السؤال الأول، إذا إليك مساحات دول المغرب العربي، طبعا كنت درست هذا في الجغرافيا، رتبها من الأكبر إلى الأصغر مع استعمال الرمز المناسب. إذا هذه هي المساحات وهذه هي الدول. إذا نرتب، إذا الجواب يكون هكذا، إذا ترتيب المساحات من الأكبر إلى الأصغر باستعمال الرمز، إذا هكذا يكون الترتيب. تستطيع قراءة الأعداد وتتأكد من نفسك بالإجابة. هنا ملاحظة، كيف ترتب الأعداد؟ أولا أكبر العدد الذي فيه أكثر أرقام هو العدد الأكبر. العدد الذي فيه أكبر عدد من الأرقام، مثلا هنا نعد 1 2 3 4 5 6 7. إذا نلاحظ هنا 1 2 3 4 5 6 7، إذا هذا في أكبر عدد. نعد هذا 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 7. لماذا هذا أكبر؟ لأن الوحدة، أكبر وحدة هنا هي 1 وهنا هي 2، إذا يكون هذا العدد أكبر من هذا رغم أنهما تساويا في العدد. نذهب إلى السؤال الثاني، يقول حدد مرتبة الرقم 6 في كل عدد من الأعداد التالية، وهذا التمرين موجود في كتاب التلميذ. إذا نحدد مرتبة الرقم 6 في العدد الأول، إذا الآحاد، العشرات، المئات والآلاف. إذا الآحاد، عشرات، مئات، وأحد عشرات، وأحد عشرات، مئات، أحد الآلاف، وعشرات الآلاف. إذا ننظر إلى الجواب، إذا مرتبة الآلاف ومرتبة المئات ومرتبة العشرات ومرتبة مئات الآلاف ومرتبة عشرات الآلاف ومرتبة الآحاد. التمرين الثالث يقول ارسم مستقيما كعين عليه قطعة المستقيم AB طولها 8 سنتيمتر، عين النقطة F منتصف القطعة قطعة المستقيم AB، عين النقطة E منتصف القطعة المستقيمة FB، اذكر قطع المستقيم المتقايسة. إذا كما تلاحظون تمرين سهل. إذا مع الجواب نرسم المستقيم ونحدد قطع المستقيم، تكون القطع المتقايسة هي AF مع FB وFE مع EB. إذا يلاحظ التلميذ ويستطيع أن يقيس ويجد النتيجة كما كتبناها هنا. إذا التمرين الرابع، يوجد في مدرسة 10 أقسام، في كل قسم 35 تلميذا، جد عدد الإناث إذا كان عدد الذكور 129. إذا مع الحل، إذا 35 في 10 يساوي 350، إذا عدد التلاميذ في المدرسة 350 تلميذ. لماذا هذا؟ لأن 35 تكرر 10 مرات. ثم 354 ناقص 12، عفوا 350 ناقص 129 يساوي 221. إذا عدد الإناث في المدرسة هو 221 تلميذا. إذا اقرأ التمرين أكثر من مرة أو مرتين وستجد الحل صحيحا بإذن الله تعالى. الوضعية الإدماجية، اشترى والد حسام لابنه حاسوبا بمبلغ 32,000 دينار جزائري، وطاولة بمبلغ 1850 دينار، وكرسيا بمبلغ 560 دينار. احسب ثمن جميع هذه المشتريات، إذا نجمع المبلغ. دفع الوالد للبائع مبلغا قدره 26,000 دينار جزائري على أن يدفع المبلغ المتبقي على دفعتين متساويتين، احسب المبلغ الذي يدفعه الوالد في كل مرة. إذا يجب علينا أن نقوم بمجموعة من العمليات. إذا نجمع الأثمان الذي دفعها الوالد فنجد النتيجة 36,410. إذا ثمن جميع هذه المشتريات هو 36,410. ثم
36410 ناقص 26000 يساوي 1410. إذن المبلغ المتبقي هو 1410 دينار جزائري. إذن ثم 1410 دينار قسمة 2 فيساوي 5205 دينار جزائري. المبلغ الذي دفعه الوالد في كل مرة هو 5205 دينار جزائري. إذن تقرأ المسألة أكثر من مرة وتنظر إلى الحل، ستجد إن شاء الله تعالى حلا صحيحا دقيقا. لكن يجب أن أشير إلى أبنائي التلاميذ، عليهم أن يركزوا جيدا في حل المسائل، أقصد في العمليات العمودية، خاصة العملية الأولى والثانية، لأن العمليات تبنى بعضها على بعض، فالعملية الثانية تبنى على الأولى وهكذا دوالك. إذن كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مراطة، أرجو ألا تنسونا من دعائكم وأن تنشروا هذا التسجيل لينتفع به أكبر قدر ممكن من التلاميذ والتلميذات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.